مشاهدينا الكرام، برحب فيكم بهي الحلقة الجديدة من زوم كرد. رح نتناول بحلقتنا لليوم موضوع الموضة عند الكرد السوريين وشو هي اهتماماتهم بمجالات الموضة. التطور التكنولوجي والثورة الرقمية اللي حصلت بكافة دول العالم جلبت معها كتير من العادات الداخلية للمجتمعات الشرقية، واللي واكبتها التطور منها سرعات الموضة لا سيما في مجال الألبسة وموديلاتها. الكرد أيضا كغيرهم من المجتمعات واكبوا الموضة. هاي المواكبة لاقت ترحيب من بعض الفئات اللي اعتبرتها تطور، وبالمقابل لاقت تنديد ومحاربة من قبل البعض الآخر، معتبرين سرعات الموضة ترويج لأفكار وممارسات دخيلة وغريبة على المجتمع الكردي. خلونا نتابع التقرير ونرجع نناقش هالموضوع. التطور والثورة الكبيرة اللي أحدثها الإنترنت والتكنولوجيا كان كفيل بإحداث تغييرات جذرية في أثواق الشعوب الشرقية، وكان للكرد عموما حصتهم من هي الثورة اللي طالت كافة الأساليب الحياتية خصوصا الذوقية منها. فتصدرت الموضة أبرز تلك التغيرات اللي حصلت في بنية المجتمع الكردي، واللي بدورها كانت المؤثر الرئيسي لابتعاد الأجيال الحالية عن تراثهم وتقاليدهم الفلكلورية مع مرور الزمن، بحجة أنها أصبحت قديمة من الماضي وما في مكان إلها في ظل هذا التطور. موضة اللباس ومواكبة سرعات الموبايلات الحديثة لا سيما الغربية منها أصبحت أكثر ما يشغل الفكر وبال الشاب والشابة الكردية عند اختيارهم للألبسة والأحذية اللي بدهم يشتروها، وكانت للإعلانات والترويجات العالمية دور مهم في التشجيع على الاهتمام بالموضة. الموضة ومواكبتها من قبل الشباب الكرد لاقت ترحيب وتشجيع من بعض العوائل اللي بتشوف انه واجب على اولادهم مواكبة التطور والحداثة في اختيارهم لألبستهم واناقتهم، فيما تحاول بعض العوائل ابعاد اولادها عن الصراعات معتبرين اياها ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، لانهم بيشوفوا انه شباب الجيل الحالي باتوا متمسكين بهي الثقافات وبيمارسوا سلوكيات خارجة عن العادات التقليدية الاصيلة تحت عنوان الحداثة والموضة، وبالتالي فإنها طريقة للخلاص من الثقافات الموروثة لا سيما الزي الفلكلوري الكردي تحت شعارات عدة منها إنه كل الثقافات الأصيلة هي ثقافات قديمة وبالية وما تصلح لهذا العصر. بسبب ما أحدثته الموضة من ثورة داخل المجتمع السوري عموما، باتت أفكار وطباع الشباب مختلفة بحسب ثقافة الشاب أو الفتاة وميولهم الفكري والثقافي ونشأتهم البيتية والبيئية المحيطة، وأخذت الموضة مكان أساسي بنمط الحياة الكردية. فكان التطور في نمط اللباس إضافة لمواكبة الموضة والحداثة في الديكورات وغيرها من الأساليب الحياتية. عم لاحظ كثير انه تغيرت الموضه كثير. هون عندنا القامشلين، اي واحد مقترب يجي لهون القامشلي عم يلاحظ هالشيء، باعتبار هالفتره 7 سنين 5 سنين تطورت كثير من ناحيه اللبس وناحيه الحرفيين، تغيرت كمان نوعا ما نسبه قليل جدا. اما بالنسبه للديكورات العامه القامشلي مساحه للبناء ام المنازل ام الديكورات العامه، يعني عم يلاحظ كثير انه في تقدم كثير ملحوظ عم لاحظه يعني هلا حاليا، ومن ما يجي لعنا كمان عم يلاحظ هالشيء، يعني تطورت كثير هالفتره القصيره. يعني
في تطور كثير باللباس الطلعات عندنا، نحن بنجاري اوروبا بموديلاتنا وبالموضه تبعنا. بنشوف شبابنا وبناتنا بيلبسوا بناطيل مشققه، بيلبسوا حتى بلوزات شويه ضيقه، يعني مع الموضه والموديل بشكل عام نحن معه. بنشوف حتى الموضه والموديل بالشعر كمان، عم بنشوف بشعر الشباب بشعر البنات، يعني نحن مع الموضه وبنواكب الموضه. الكورد كان لهم تعاملهم ايضا مع موضه اللباس، خصوصا وانه الوقت لا يبقى ثابتا في الموضه وتكون السرعات والموديلات محدثه بشكل دوري طوال العام. لكن هل يا ترى يواكب الكرد السوري سرعات الموضه في اللباس، ام انه بيعتبر دقه قديمه باختيار لباسه وما يزال محافظا من هي الناحيه؟ نسبة لأكراد السوريين، نسبة الأوضاع السورية اللي صارت هجرة كثير للدول الأوروبية، دول النزوح تقريبا نوعا ما. الشيء اللي يطلع بأوروبا كموديلات كسرعات من كل النواحي تقريبا، نتيجة التواصل الاجتماعي صار بيننا وبينهم، يعني الموضة اللي هنيك اللي بتصير يعني قبل ما تصل لهون عم تطبقها هون على أرض الواقع، يعني نسبة لمحافظتنا نوعا ما. نسبة للبنطلونات الجينز اللي هلا طلعوا حاليا كلها مقطعين مشرطين، يعني تشوف بالشوارع يعني عم تلاحظ هالشيء نسبة للطبقات الشبابية، يعني خاصة سن المراهقين عم يطبقوا هالشيء. بالنسبة للطاقة القديمة يعني قليل جدا صار ضمن محافظتنا هون، ظلت مناطق الريفية كقرى بعاد عن البلد، يعني نوعا ما ظل الشيء ضئيل جدا. يعني الكرد سوريا ما بيتقيدوا بلبس معين، هن مع التغيير مع الحداثة بالنسبة للموضة بالنسبة لللباس. بنشوف موضة موديل بينزل بأوروبا بعد يومين 13 أيام، نحن بنشوف الموديل عندنا شبابنا وبناتنا عم يلبسوها، يعني نحن مع الحداثة، نحن مع التطور مع الموديلات. إذا رجعنا للقبل دائما كرد سوريا دائما مع التطور. إذا رجعنا قبل 30 سنة بنشوف كانوا متطورين لسه بالملبس تبعهم، كانوا بيلبسوا تنورات، بيقول تنورات ميدي، بيلبسوا حتى فوق الركبة، بس هلا صار تطور أكثر. شيء أي موديل بينزل بأوروبا بنشوف بيلبسوها. بالأول كانوا بيعتمدوا على المجلات وعلى عرض الأزياء، بياخذوا الموديلات من عرض الأزياء بيجي يلبسوها حتى بالسهرات. لهيك يعني دائما كرد سوريا مع التطور ومع الحداثه. رغم انه المجتمعات الشرقيه تصنف بانها تقليديه وبعيده نوعا ما عن الموضه الغربيه في موديلات الالبسه من جينزات وغيرها، وكان لتلك الموديلات والانماط تاثيرها الكبير على اختفاء الزي الفلكلوري بالنسبه للكرد، فبات هذا الزي العريق محصور بالمناسبات القوميه وحفلات الاعراس، وان وجدت ايضا بتكون بنسبه ضعيفه نوعا ما مقارنه بفتره ما قبل التطور التكنولوجي. اللباس الفلكلوري الكردي كنا نستعمله للاعياد القوميه وخاصة عيد نيروس، كنا نلاحظ انه البناتنا عم يلبسوا كراس وخفتان وشبابنا شروال فضفاض مع بدريسة وقطعة قماش حوالي الخصر كان يلبسوا. والأحلى شيء كنا نشوفه هون قامش نسبة في آوين الأخيرة أنه لباسنا توحدوا تقريبا نوعا ما بين كردستان العراق كردستان تركيا، عم نشوفها بشيء ملحوظ بالمنطقة عم تصير ومبسوطين بهالشغلين. الموديل الأساسي للزي الكردي الكرد عم يحتفظون فيها وعم يتباهون بموديل الزي الكردي تبعهم، إنما بالنسبة للطلعات وبالنسبة للسهرات هن عم يتقلدوا كثير بجارون أوروبا بموديلاتهم، وبنشوف البنت بتلبس حفر بتلبس فيزون بتلبس أي ملابس، حتى شبابنا بيلبسوا بناطيل مشققة بيلبسوا قميص يكون شوي ضيق إيش ما، يعني أول موديل بينزل بأوروبا بعد كم يوم بنشوف عندنا. هذا دليل إنه نحن بنواكب الموضة. بعض العوائل الكردية لا سيما المحافظة منها حاربت بشكل قوي مواكبة أولادهم لمظاهر وأشكال الموضة الحديثة في الألبسة، معتبرين الموضة الجديدة صارت عشوائية ما بتراعي أي خصوصية للمجتمعات، ومعارضة فكرة أخذ الموضة أو الأفكار أو بعض العادات كما هي دون التأكد من ملائمتها للبيئة المحلية كمجتمع محافظ يحاسب على كل شيء، والبعض بات مستسلما بتقبل انسياق أولاده وراء مظاهر الموضة الجديدة. الأغلبية من أولياء الأمور صاروا يتقبلوا الوضع نتيجة أولادهم صاروا بأوروبا وعم يبعثوا أغراض من ناحية اللبس، عم يبعثوا لهون وهن كمان حابين يكونوا نفس أولادهم بأوروبا ما يكسروا قلب أولادهم،
وارضاء الاولاد تقريبا. نسبه قليله ما يتواكبوا هالشيء باعتبار انه نتيجه العادات والتقاليد عندنا ومفهوم الاسلام اللي عندنا ما عم يتقبل هالشيء، بس نسبه قليله يعني. هي نحن كرد سوريا بنشوف البنت وامها والاب والابن بيلبسوا نفس الموديل، بيلبسوا مرات نفس اللون كمان بيلبسوا، يعني عم نواكب الحضاره بكرد سوريا. العالم اللي بيطلع على البنت وامها بيقول يمكن اختين، لان الموديلات الجديده هي بيكون متالقه اكثر، المرأة بتكون فيها متألقة أكثر، لهيك أبداً ما بيضلوا على الموديل المعين. أغلب الأذواق الشبابية الكردية حالياً باتت تواكب الموضة الأوروبية، خصوصاً الألمانية منها، في اختيار أنماط وأشكال الألبسة والأحذية، نظراً لوجود نسبة كبيرة من اللاجئين الكرد والسوريين عموماً في ذلك البلد وسرعة اندماجهم هنيك. صرنا نلاحظ بالآونة الأخيرة من ناحية اللبس ومنطقتنا هون أقرب شيء لدول أوروبية وخاصة ألمانيا، نتيجة تواجد بعض أفراد العائلة هناك عم يبعثوا عن طريق الواتساب صور للشباب وبنات، عم تجينا البنت يعني بدي هالموديل، عم تفرجينا الموديل بدي هالموديل، يعني ما بقى تقيد هذا مفرع زيادة ولا تلبسه ولا ما تلبسه، بدي هالموديل. نتيجة انه عملي كاشتغل هالشغلة عم اطلع على هالموديلات مو تبع منطقتنا، كلها مستوردة من اوروبا، يعني صار يتقيدوا بهالشيء اكثر، يعني ما ظل عندها مشكلة راح تلبس وخلص. يعني يعتمدون اكثر شيء على الحداثة على التطور، اكثر شيء متاثرين باوروبا وموديلات اوروبية وصناعات اوروبية، بنشوف عم يعتمدوا على الانترنت، عم يعتمدوا على عرض الازياء، اي موديل جديد مشان السهره بنشوف يعني يطلعوها حتى بلباس العروس كمان، حتى بنشوف بالفرح بنشوف كل مره كل عروس بتلبس موديل، يعني بنعتمد حبي كل اللباس تبعنا على الموديلات الاوروبيه. نزوح ولجوء الكردي السوري الى دول الجوار ككردستان العراق وتركيا او دول اللجوء الاوروبيه أثر على ذوقه من ناحية اختيار الألبسة وبات نوعا ما مواكب لموديلات تلك الدول الموجود فيها، وأصبح ذوق الكردي في الداخل السوري مختلف عن ذوق الكردي اللاجئ في دول الجوار أو الدول الأوروبية. كرد سوريا يمكن متطورين أكثر، منفتحين أكثر على الموضة من المناطق الكردية والمجاورة من أهالينا بالمناطق الثانيين. يعني بالنزوح إذا جبنا بمثال بكامبات كردستان، نحن شفنا أنه في شوية حساسية بين المجتمع الكردستاني كردستان العراق وبين مجتمعنا وبين عادات وتقاليدنا، يعني كان في حساسية أنه اللي بيلبسوا موديلات جديدة، حتى بكردستان تركيا كمان كان نفس الشيء في حساسية، لأن يمكن في عندهم حكم العادات والتقاليد وحكم النزعة الدينية، حكم المفهوم العشائري، ما في تطور أكثر بمجتمعهم، نحن مجتمع متطور أكثر شيء على الحداثة وعلى الموديلات والموضة. بعد المسافة بين كرد عفرين وكوباني والجزيرة أحدث نوع من الاختلاف في بعض العادات، لكن هل يا ترى بيختلف الذوق أيضا بين الكرد في تلك المناطق؟ وإن وجد إلى أي درجة يكون ذلك الاختلاف؟ اختلاف عندنا هون بالجزيرة وخاصة قامشلي وعفرين عم نواكب الموضة وديكورات أكثر من كوباني، باعتبار كوباني منفصلة عنا شوي تقريبا، ونتيجة العادات والتقاليد اللي هنيك والعشائري ضلت شوي قديم، يعني حتى بتلاحظ بالنسبة ضمن المدينة ما تقدموا كثير، يعني ضلت أو طابع القديم هنيك عندن بالنسبة للبناء والديكورات واللبس خاصة، يعني بالنسبة لنا عم لاحظ انه شيء طاقة قديمة، يعني عم لاحظ هالشيء. بالجزيرة أكثر شيء منفتحين على الموضة وعلى التغيير، ما بيتقيدوا بلبس معين، بنشوف أحدث موديل بأوروبا بيطلعوا كرتنا بسوريا بالجزيرة خاصة عم يلبسوها، نفس الشيء كرد عفرين هن متأثرين بالمحيط اللي حواليهم، وسبب النزوح كمان كان في تأثير النزوح على الموديلات وعلى الموضة عندهم، إنما بالكوباني في نسبة قليلة هن متفتحين على الموضة وعلى الموديلات. أجرينا استطلاع لفئة من الشارع الكردي وسألناهم سؤال، هل تواكب الموضة وهل تعنيك صرعات الموديلات الحديثة وين بيكمن الموضة بالنسبة لك؟ تعالوا نشوف شو كانت الأجوبة. طبعا أنا كشخص موضوع الموضة عندي شيء
أقول حسب الشخص، أنا مع الموضة ومع التطور. طبعا الموضة هي تجي مع الحضارة ومع التطور، وأنا كشخص ما يهمني أنه شخص ثاني يحب الموضة. أنا عن نفسي طبعا أحب الموضة، بس الموضة لازم ما تأثر على أخلاق الشخص وعلى أفكاره. طبعا خاصة جيل الشباب هذا الجديد لازم ما تأثر على أفكاره وأخلاقه. هلا أنا طبعا كشاب كردي ما بهتم كتير بالموضة والأشياء الجديدة اللي بتنزل، بس بقدر ما بيهمني أنه يكون لبسي أنيق، وهذا اللبس طبعا يكون أنه أنا حاب أنه ألبسه، بس الموضة برأيي يعني أنا مالي معه. أنا كشخص كردي بحب الموضة، وكل سنة بتطلع موضة جديدة، يعني أنا كمان حاب ألبس الموضة اللي السنة الجديدة طلعت. يعني الموضة شيء حلو، يعني واحد كل سنة يغير الموضة. طبعا الموضة لازم نلبسها كتناسب عمرنا، وهذا شيء. طبعا أنا مثلا بتشوف الموديلات تنزل كل سنة موديل جديد، فأكيد كل واحد بيحب يلبس الموديلات الجديدة. طبعا ما بشوف واحد لابس بنطلون متشتش ومقطع هيك، أنا بروح بلبس مثله، لأنه بيكون ما بيناسب عمري، هو بيكون أصغر مني لابس هيك شيء. طبعا والموديلات الجديدة اللي بتنزل كل سنة، يعني حسب ما ينطلب انه الاسواق شو ناز شو منزله ألبسة يعني. فنحن كمان بنروح بندور بنعمل شوبينج بالاسواق، وبنشوف شو المناسب لعمرك او كذوقك، بتشتري وبتمشي، وهذا هو يعني. مشاهدينا الكرام، خلونا نروح لفاصل قصير وبنرجع لنكمل بقيه الفقرات، خلوكم معنا. أهلا من جديد. حمزة محمد علي عيدان شخص أحب جمع الأدوات القديمة من أكثر من 15 عام لتتحول فيما بعد هالهواية إلى مهنة أساسية ومصدر رزق من بيع وشراء الأدوات القديمة والنحاسيات والمسابح والخواتم. بعد اندلاع الثورة السورية انتقل مع أولاده إلى كردستان العراق، ورجع بعد 5 سنين لمدينته الحسكة، وقام بتحويل قطعة من أرضه إلى منزل وحوش، ووضع فيه كل الأغراض التراثية والفلكلورية اللي بيمتلكها، وأطلق عليه اسم البيت الكردي، محولا هالمنزل إلى متحف لزيارة الناس ومعرفة تاريخ الكرد. تقريبا شيء 20 سنة أنا عندي الهواية أشتري وأبيع. كنت مرات ما أشتري ما أبيع، أحط بالبيت. قبل 5-6 سنين كان عندي هواية بالشغلات هاي، وجمعت نحاسيات وما نحاسيات ومسابح وما مسابح، وصارت الأحداث هاي. طلعت على كردستان، تميت بكردستان شيء 5 سنين، يعني شفت شيء بكردستان ما شفناه هون. وبعد 5 سنين جمعت شوية أغراض هيك، وجيت على البلد هذا على بلدي، وفتحت الدكان الصغير دوار المفتي، والحمد لله صار اقبال علي، يعني ادوات يعني نحاسيات وما نحاسيات وفلكلور، يعني شيء قديم. يعني انا احب كل شيء قديم احبه، والحمد لله فتحنا ومشي حالنا وتيسرت امورنا. طلعت هيك الدكان عندي صغير، عندي بيت 500 متر نص دولم. قمت فكرت قلت اساوي مشروع هيك، اساوي مثل متحف الفلكلور يعني. ما تنباع، في اغراض اذا في لها بديل تنباع، بس مثل القطع اللي عم احكي لك عليها ما لها بديل. يعني مثل الملايب هذا عمره 5 سنين، هذا من جلد صانع، اذا بدي ابيعه منين بدي اجيب غيره؟ ما في غيره. هل هون هذا عمره 500-600 سنين. السيف هذا عمره، يعني في كثير شغلات عمره قديم، يعني ما تقدر تبيعه. يعني اذا تبيعه ايش بتساوي متحف؟ يعني المتحف بده يكون كل شيء قديم فيه. اذا تجيب شغله ما في منها وتبيعها اصبح ما تقدر تجيب بديله. فكرة المتحف، أنا عندي الدكان اللي عمله، وعم يجوا عندي ناس كتير عم يتصوروا وعم يقعدوا. دكاني صغير يعني، فهمت علي شلون؟ فتحت الدكان فيه كتير عم تجي، فيها المطربين القديمين عم يجوا يتصوروا ويغنوا. طلعت هيك دكان صغير، قمت قلت أعمل مشروع أكبر منه.
وزبطت البيت هذا وجهزته والحمد لله مشي حاله، بس بقى بده لسه شغل، بس ما تم معي مصاري، يعني بده مصاري، المتحف بده مصاري. انت علي شلون يعني؟ هلا زي يجي 20 زلمه لون، عندي 50 زلمه عادي يقعد يتفرج ويشوف ويروح ويجي، يعني عامل يعني شغلات كثير عامل. بس اما بالنسبه للدكان كان يجوا يعني باب رزق، هذا عم يجوا يقعدوا خمس دقائق يجي غيره بده يقوم يطلع. بي تراث كردي وبي تراث عربي، في دلات قديمه مكتوب اسم صاحبها، صاحب اسم العشيره، في دلات مكتوب اسم صاحب الموجود اللي عليها، يعني كل شيء له اسم، يعني مو انا لما اقول نحن تراث قديم يعني كله مكتوم اسمه عليه. كان بالنسبه لخنجر مثلا كان يروح يقول فصل لي خنجر على اسمي، اسمه موجود عليها، الهون اسمه موجود عليها، يعني في شغلات كثيره يعني قديمه كثير. بالنسبة لما يجي يشوف هالشغلات هاي يتذكر الشيء القديم اللي كان فيه أولي. نحن بدنا نعمل المتحف هذا عشان العالم تجي تتفرج وتتنور على الشغلات القديمة اللي كانت موجودة. لما بالنسبة للتنور، بالنسبة تبع الأكل اللي كان يسووا عليه أكل، يعني في شغلات كثير حطيناها نحن، إنه زي يجي واحد طبيعي يتفرج يقعد يشوف شغلات القديمة حلوة كثير يعني. فكرة بالنسبة للهون هذا أول هون صنعه البني آدم، قديم القديم يعني قديم، هذا كثير قديم. كان هذا هون كان يصنعوه من الحجر، تطورت الأيام صار بقى عملوا نحاس، هذا نحاس، هذا كمان قديم. هلا عاملين بلاستيك، وين البلاستيك؟ هذا الرنة تبعيته الكف، بس الدقة تبعيته. فقرتنا الفنية لليوم رح نتعرف على الفنان الشعبي وابن مدينة عامودة عبد القادر رمضان المعروف باسم بافي فلك، مواليد عام 1968، أحب آلة البزق وتعلم العزف عليها وبدأ بالانضمام للفرق الفلكلورية الشعبية اللي بتحيي أعياد النوروز، وفي عام 1980 بدأ بالعزف والغناء في الأعراس واشتهر في منطقة الجزيرة بإحياء الأعراس كونه كان يغني بالكردي والمردلي، وبعدها ذاع صيته ليقيم حفلات ويحيي أعراس بدمشق وحمص وحلب وكل مناطق الجزيرة. لم يسجل الكثير من الأغاني بسبب الإمكانيات المادية وعدم وجود مؤسسات داعمة للفنانين بشكل عام. أنا اخترت هالآلة، آلة الكردية، بلشت وحبيتها من كل قلبي، يعني حبيت آلة البزق. أنا بلشت في حفلات النوروز وفي الفرق النوروز، يعني ما أتذكر كم فرقة أذكرن. كان فرقة صرخبون أول مرة، فرقة أزادي، فرقة قردلول بلشت فيها، يعني ما أتذكر، يعني ثلاث أربع فرق كنت أنا هندام من هندام الفرق النوروز. وكان الفنان اللي صديقي كان أستاذ سعيد يوسف أمير البزق، عشنا مع بعضنا ورحنا مع بعضنا على الحفلات. أوي فنك شبو يشيم تاسشتيم جهضانا عمر
شاديس خيادك من كالا من 1980 بلشت العرس وفي لي أغاني الخاص لي كنا نغني بالحفلات حفلات العامة والشعبية والفلكلورية منطقتنا فيها عرب كمان كنا نغني عربي وتراث الميردلية ونغني بلغتنا اللغة الكردية وتراث الكردي كمان رحنا يعني برات سوريا برات سوريا طلعنا على تركيا طلعنا على لبنان من هون لعشام بحمص بالجزيرة بدك تقول كل الجزيرة دقينا حتى القرى حوالي عامودة والحسكي والقامشلي عليانا ليانا بالغرام وليانا يا عيون حبيبي من سهر دبلنا أنا يا نليل عليانا نصيحتي للفنانين الجدد أن يهتموا بتراثهم وفلكلور الكردي أو غير كردي كمان من ناحية المادية من ناحية الفقر ما سجلوا التسجيلات بدها مصاري وبدها دعم وما حدا دعمنا يعني صراحة أنا أقول لك يعني مع هاي الفقرة أعزائي منكون وصلنا لختام الحلقة لليوم. إذا عندكم مقترحات أو قصص وإضافات تواصلوا معنا على إيميل البرنامج الظاهر أمامكم. بودعكم هلأ وبشوفكم الأسبوع الجاي. كونوا بخير.